بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض يونت 3. هنمسك الفوكابلاريز الخاصة بالدرس الأول. الفوكابلاريز دي إحنا مش بنشرح الدرس، إحنا بنتكلم بس عن الكلمات. والدرس اسمه يونيفرس أند ذا سولار سيستم. هو اليونت دي كلها درس واحد، يعني هو يونت سهلة جدا، بتتكلم عن مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الأفكار الخاصة باليونيفرس، بالكون. واحنا من الدروس الممتعه جدا الدرس ده، وهو درس غريب جدا وكله افكار مجنونه كده وحاجات غريبه. يعني يقول لك ازاي الارض اتعملت، ازاي الكون اتعمل، ازاي احنا زمان كان في ايه، طب الكون قبل كده كان عامل ازاي، طب الكائنات اللي كانت عايشه راحت فين، حاجات كده يعني. كيف بدأ الخلق، يعني انت عارفين الموضوع ده. فهو موضوع غريب ومن اليونت اللي انتوا بتحبوها جدا، اصلا بيتكلم عن الفضاء وكده، فاغلبكم بيحب الموضوع ده. فخلينا ناخد مجموعه الكلمات وان شاء الله نبدا في شرح الدرس في الفيديوهات اللي جايه. همسك الكلمات فقط في الدرس ده، هقول لكم الكلمات المهمه وان شاء الله نشرحه مع بعض. فاست، فاست يعني شاسع او كبير. الكون طبعا انتوا عارفين الكون ده حاجه ضخمه جدا. فاست. ديستينكتيف شيب، مجموعة النجوم مع بعض ساعات بتعمل شكل معين، وهوريكوا ده في الشرح، هوريكوا ده في الفيديو في الشرح. مجموعة النجوم تعمل شكل ساعات محدد، شكل مثلث، شكل تريانجل، قصدي شكل مثلا ريكتانجلر، شكل كلام من ده، بيسموها مثلا الحاجات دي بيسموها أسامي، وبتبقى أشكال مميزة في السماء، أشكال النجوم دي في ناس متخصصة في العلم ده، اسمه ديستنكتيف شيب. ديستنكتيف شيب يعني شكل مميز. هارموني يعني الهارموني اللي هو التناسق، يعني الالوان دي والنجوم دي مرصوصه مع بعض بشكل بيعمل هارموني. سبايرال ارم المقصود بيه اللي هي الدراعات دي، الدراعات دي لو تاخد بالك الدراعات دي عامله كده ماشي. فالدراعات دي احنا اللي قدامكم ده شكل للمجره بتاعتنا، المجره بتاعتنا الجالكسي بتاعتنا، المجره يعني جالكسي، المجره بتاعتنا ليها شكل، ده الشكل بتاعها. واحنا عايشين هنا على فكره في حته كده، بص يعني في فتفوته كده على جنب كده ماشي. فسبايرال ارم احنا عايشين جوه سبايرال ارم، جوه الدراع ده ماشي. فسبايرال ارم يعني اذرع حلزونيه، سبايرال ارم. سبريدنج سترو يعني زي التبن الايه، عارف انت القش والتبن والحاجات اللي هي بياكلوها الحصينه والحاجات دي، لما تفردها على الارض كده شكلها عامل كده فاهم. فعشان كده بيسموها المجره اللي هي الايه الميلكي واي، بيسموها زي السبريدنج سترو، السبريدنج سترو اللي هو التبن المنشور يعني. اكسبلوجن يعني انفجار، وكلمة انفجار هنا في الدرس ده مهمة، لأن هو بيقول لك إن الكون ده جه عن طريق انفجار، يعني فاهم؟ طبعًا إحنا هنا مش بنناقش من قضية دينية، إحنا بنناقش من قضية فلسفية أو من قضية علمية بحتة يعني فاهم؟ مش بنتكلم من الناحية الدينية خالص في الدرس ده، بنتكلم وجهة نظر العلم عن الموضوع ده إيه؟ فبيقول لك إن ده في لحظة حصل انفجار وكلام من ده. وهنشرح لسه الدرس، درس طويل جدا وممتع يعني، ملوش علاقه باللي انا بشرح الدرس، الحاجه والكلمات اللي انا بقولها دي كلمات جوه الدرس، انما الشرح اطول من كده والموضوع اكبر من كده يعني. فاكسبلوجن يعني انفجار. استرونومي يعني علم الفلك، استرونومي العلم المتخصص في الفلك ودراسه الايه الاكوان والكلام من ده. اتوميك بارتكلز يعني جسيمات ذريه، الاتومز عموما بنسميها اتوميك بارتكلز، الجزيئات بقى اللي جوه الالكترونز والبروتونز والحاجات دي، لان احنا هنعرف بعد كده ان العناصر اللي كونت الكون كانت هيليوم وهيدروجين، فاهمين الفكره؟ فهو عشان كده لازم تحفظ كلمه اتوميك بارتكلز. والحاجات دي اختلطت ببعض، واختلطت ببعض وكونت الكون بقى يعني ميرج، فالهيدروجين والهيليوم والحاجات دي اختلطت ببعض، فكلمه اختلطت دي يعني تلاحم او ميرج. بريسبشن يعني تصورات، احنا في الدرس ده بنتكلم عن تصورات للكون، يعني مش بنتكلم عن حقائق، احنا ما نعرفش الحقيقه، ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الاعلم بان ازاي الكون ده اتعمل، لان هو الخالق ماشي. التصورات بقى ان العلماء دايما برضه بيحبوا يفكروا بقى، طب ازاي اتعمل، طب مش عارف ايه، فدي اسمها بريسبشنز ماشي. سيباريشن يعني تباعد، سيباريشن ان الحاجات تبعد عن بعضها، النجوم تبعد عن بعضها والكواكب تبعد عن بعضها. ريزنس الزبيب، ايه ده، ايه اللي جاب الزبيب يا مستر للكواكب والنجوم؟ ايوه ما هو الدرس بيتكلم فيه كده، تجربه في النص، ان هو هيجيب حته عجينه ويحط عليها زبيب، فيشوف الزبيب ده بيبعد عن بعضه ازاي،
لما العجينة بتخمر يعني، فيبعد عن بعضه، فيقول لك إن الكواكب بتبعد عن بعضه، وقصة كده يعني. reasons ingredient يعني مكونات، ingredient earliest life يعني الحياة البدائية، earliest life. nebular theory، nebular theory أو nebular theory هي نظرية بتتكلم عن نشأة السولار سيستم. عارفين السولار سيستم اللي هو ان السن والايت بلانتس والكواكب اللي حواليها؟ في نظريه بتشرح ازاي ده جه، فبنسميها نيبولار ثيوري يعني. كروسنج ستار ثيوري نظريه النجم العابر، ودي نظريه تضحك يعني. احنا لما بنشرح الدرس على فكره، النيبولار ثيوري والكروسنج ستار ثيوري الاثنين يضحكوا. يعني ايه يضحكوا يا مستر؟ يعني خليها بقى لما اشرح الدرس ماشي، بس خلينا نعرف دلوقتي ان هي اسمها كروسنج ستار ثيوري ماشي. assumption يعني وجهات نظر او افتراضيات. يعني مثلا الراجل ده شايفها 9 والراجل ده شايفها 6، فكل واحد ليه وجهة نظر ماشي. ده اللي احنا عاوزين نوصله في النهاية، ان اللي احنا هنقوله في الدرس ده كله يعتبر جنون، بس هو وجهات نظر ماشي. دي الكلمات الخاصة بالليسن ده، انا مش عاوز اكتر من كده، عاوزكم تحفظوا بس الكلمات دي لحد ما انزل الشرح، وتعالوا نقرأ الكلمات تاني مع بعض. عاوز تكتبوا لي في التعليقات انتوا شغالين معايا ولا لا، يعني بشوف مفيش تعليقات، الناس عاوز الناس تكتب كده، تقولوا لي كده انتوا معايا ولا لا، وعرفوني بنفسكم كده، قولوا لي معاك يا مستر ولا لا. vast يعني شاسع، distinctive shape يعني شكل مميز، harmony، spiral arms، spreading straw، explosion، astronomy، atomic particles، merge، perceptions، separation، reasons، ingredients، earliest life، nebular theory، crossing star theory، assumption. دي الكلمات اللي انا محتاجها في الفيديو ده. بتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليكم، مستنوا الشرح، الدرس ده ممتع جدا جدا، وان شاء الله نكون مع بعض دايما. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.